شو بعدك مقنع؟ أهلا في الموضوع؟ اليوم احنا مع ابطال استخبارات الداخلية في ناحية البيارة. الابطال دول يقاتلون يعني في كل مكان مع بقية القوات الامنية. نشوف هذا اليوم، هذا احد نشاطاتهم، يعني هذه المتفجرات والطائرات الاستطلاع للدواعش والاحزمة الناسفة اللي وجدوها داخل أحد الأحياء في الموصل. يمكن أحد الإخوان الضباط بعدين يقدر يشرح لكم على المكان اللي وجدوها، بس شوفوا يعني آلات الموت وشلون يدعون الإسلام وهم يصنعون الموت. هذا دين الرحمة يتحول إلى أحزمة ناسفة ويتحول إلى عبوات ناسفة وإلى كل ما يقضي على الحياة. يعني فإحنا حقيقة نشكر جهود الإخوان في استخبارات داخلية، وأيضا نشكر جهود الشرطة يعني في ناحية الجيارة، يعني اللي حافظون مع بقية الأجهزة الأمنية على الأمن في هذه الناحية اللي تستحق كل الشكر وتستحق كل العرفان، لأن أهلها أبطال دافعوا عنها، دافعوا عندما دفعوا داعش وطردوهم خارج الجيارة، وأيضا دافعوا عندما استثمروا النصر وبقوا محافظين على أمن الجيارة. يعني مرة ثانية أشكر كل الضباط اللي موجودين من استخبارات ومن شرطة محلية ومن كل الأجهزة الأمنية داخل الجيارة. من خلال مصادرنا الاستخبارية داخل أحياء الموصل تم ضبط كدس يحوي على مواد طائرات مسيرة واعتدال هذه استخدمها داعش الإرهابي ضد قواتنا الأمنية ومخططاتها الإجرامية. هل الطائرات المسيرة صنع محلي أم استيرادها من الخارج؟ الطائرات التي تم استيلاء عليها عدد 3 صنع محلي من قبل داعش. آلية استخدامها ممكن تشرح لنا من خلال قناة الموصلية؟ استخدامها العدو للاستدلال على مواقع قواتنا الأمنية في المناطق المحررة من خلال استخدامها، ثم استهداف قواتنا سواء بالأسلحة الهاون أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المتوفرة لدى العدو داعش. هل تحدثنا عن عدد العبوات والأحزمة الناسفة اللي تم استيلاء عليها؟ مثل ما تشوف عدد الطائرات 3، عدد القنابر هاون 120 120، وكذلك عبوات لاصقة، وكذلك عجينة TNT اللي استخدمها العدو في صنع العبوات الناسفة لاستهداف قواتنا الأمنية. هل تم إلقاء القبض على أصحاب ال؟ لا، تم عثور على هذا الكدس في أحد الدور داخل أحياء الموصل القزم في حي السماوات، القسم الآخر في حي آخر.